يعني هذا التفاؤل كبير بهذا الموضوع، إن كانت يعني اللحظة الأخيرة لإنهاء وأتيان بهدنة، ونقدر أن نقول بأن المقترح الأمريكي هو مقترح إسرائيلي بإخراج أمريكي، وأن كل الأطراف معنية بأن تقبل حماس هذه المرة حسب قولك، وأن تكون المرحلة الأخيرة بالمفاوضات وإنهاء الوضع لما يريد بايدن والإدارة الأمريكية. نحن نعرف أن الكيان الصهيوني كيان دائما وأبدا هو معني فقط بمصالحه، ويضرب بأرض الحائط بمصالح الآخرين، لا يهم مطالب حماس، بل الأهم عنده أن تلبى مطالبه، ويعني ويصير ما يصير بالنتيجة النهائية. وكل الأطراف بهذه المرحلة الواضح أنها تضغط على حماس يعني دوليا وإقليميا بأن توافق. على ماذا توافق؟ حماس لها شروط، حماس لها شروط، هل شروطها ستلبى؟ هل الحد الأدنى من شروط ستلبى؟ أم ستلبى شروط الكيان الصهيوني برئاسة نتنياهو؟ نعم. طيب سيد عبد الله، يعني حماس اليوم سيكون لها زيارة إلى القاهرة لبحث المقترح، وهي تعلم مسبقا وكان هناك تأكيدات من قبل الحكومة الإسرائيلية وحتى نتنياهو أن هدف الهدنة هو يعني إطلاق سراح الرهائن، ومن ثم سيكون هناك نقاشات أخرى، أي بما معناه يعني هناك رسالة إسرائيلية بأن الهدنة ليست مستدامة كما تطالب حركة حماس. إذا هل يعني ذلك أن حماس ذهبت إلى القاهرة وهي تعرف بشروط إسرائيل أنها موافقة؟ نعم صحيح تماما كما تقولين. نتنياهو معني بهدنة وليس بإنهاء حرب، ويعول على حماس أن تقبل هذه المرة. ماذا تقبل؟ ما هو المطروح على الطاولة؟ مطروح على الطاولة في المرحلة الأولى أن يكون هناك إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين والمرضى الإسرائيليين لدى حماس، وماذا تصدق حماس، ومن ثم يصار إلى المرحلة الأخيرة أن يكون هناك إطلاق سراح العسكريين. أصلا نتنياهو يقول المرحلة الأخيرة للعسكريين، لأنه حتى لو لم يطلق سراح العسكريين فهم في حالة حرب أمام شعبه وأمام أهل الأسرى، سيقول بأننا أخرجنا أبناءكم والعسكريين هم أسرى حرب. بالنتيجة النهائية أنا يعني أخذت ما يمكن أن أخذه منهم، وهنا سيسجل انتصارا لدى شعبه ولدى العالم جميعا، بقول أنا أخذت ما أريد ألا وهو المختطفين، وبنفس الوقت لم أنهي العدوان ولم أنسحب من قطاع غزة. يعني حماس دوما نقول نحن صحيح انه سقف عالي له لانه واقعي بالنسبه لها. انهاء العدوان والانسحاب الاسرائيلي من 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 من, من قطاع غزه وعوده النازحين واعاده اعمار غزه، هذه مطالبها. صحيح مطالب خطوط عريضه وعامه، لكن هذا هو المطلوب من حماس. ولكن عندما ستقبل في المرحله الاولى كما قلنا بإطلاق سراح المرضى والشيوخ والنساء من الإسرائيليين، هذا يعني الكيان الصهيوني برئاسة نتنياهو انتصر وعنده ما يقول لشعبه. سيد عبد الله، يعني هل يعني تقصد بأن بمقابل ما سيحصل عليه نتنياهو أو إسرائيل من ما بعد تحقيق هذه الهدنة من مصالح، بالمقابل حركة حماس ستقول للشعب الفلسطيني وكل من تضرر في قطاع غزة بأنهم أطلقوا سراح عدد من الأطفال أو المسنين أو النساء من السجون الإسرائيلية؟ بالتأكيد أصلا من جملة مطالب حماس أيضا إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ومنهم العشرات من أصحاب المحكومات العالية. يعني إحنا هذا كنا في البدايه ودائما نقوله، يعني لا ننسى هذا الشرط اصلا لحماس. لكن هل الان اسرائيل دوله الكيان الصهيوني وحكومه نتنياهو مستعده لهذا الغرض؟
هل ستطلق سراح المئات والعشرات او المئات من اصحاب المحكوميات العاليه؟ هل ستنهي الحرب؟ نتنياهو يقول وما زال يقول حتى اليوم يقول في كل صحف الاسرائيلي يقول نحن سننهي حماس وسوف لن تعود حماس بعد المرحله هذه الى حكم غزه حتى ولا السلطه الفلسطينيه. اذا ماذا يريد؟ هل يريد كرزيات لتحكم غزه؟ ماذا يريد يعني؟ هل يريد روابط كرة أخرى لتحكم غزة أو أزلامه؟ ماذا يريدون؟ إذا الذي يريدونه أن ينتهي حكم حماس ويأخذون ما يأخذونه ولا تكون هي الحاكمة لغزة أو السلطة الفلسطينية، إذا هو حقق كل أمانه وكل أهدافه أمام شعبه وأمام الرأي العام العالمي. وبنفس الوقت نحن نرى ونقولها مجددا بأن هذا المقترح، مقترح بايدن، هو مقترح إسرائيلي بإخراج أمريكي، يعني بفلترة أمريكية بالنتيجة النهائية وبصياغة جديدة بمعنى، لكن المحتوى نفسه ما يريده نتنياهو، وسيفرضون على حماس بأن تقبل هذه الشروط. لكن هل يعقل أن يخرج الأسرى أو الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة ولا يريدون ان هل طيب سيد عبد الله يعني اذا كانت حماس تعرف النوايا الاسرائيليه وتعلم وبات يعني مؤكدا ماذا تريد اسرائيل وماذا يريد نتنياهو، وقبول حماس الى الان بالاستمرار في المفاوضات من اجل الوصول الى الهدنه، هل يعني ان حماس لديها ايضا اوراق اخرى او استراتيجيه مخبأة وستعود للعمل عليها ما بعد يعني الهدنة أو يعني إخراج المحتجزين؟ كل شيء وارد لدى المقاومة، الكثير من الأهداف والأجندة لتحقيقها أصلا. لكن مجيئها إلى القاهرة اليوم من أجل بحث المقترح الأمريكي هو يعني نستطيع أن نقول مطلوب منها أن تأتي لكي لا تتهم بأنها ترفض المقترح الأمريكي وترفض الوساطة القطرية والمصرية والإقليمية والضغوطات الداخلية من وراء الكواليس. تقريبا معظم الدول، كثير من الدول تضغط باتجاه أن يكون هناك حل بأي شكل من الأشكال، لكن هل سيكون حلا مشرفا لحماس أو حلا يرضيها على الأقل من حدود الدنيا؟ هذا ما سنراه. أما أنها تأتي إلى القاهرة لكي لا تتهم بأنها ترفض ويكون هناك إساءة لها أمريكيا ويعني إقليميا، نقول أن حماس ترفض. نعم، من جنين عبد الله قبها عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية، شكرا جزيلا لك.